السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الزملاء في مجموعة مبادرة الباحثين السودانيين معكم زميلكم عمران محمد صالح، طالب دكتوراه في جامعة كوازولو ناتال. اليوم إن شاء الله حابب أشارككم معي البحث اللي أنا شغال فيه في دراسة الدكتوراه. طيب حاول نبدأ، اللي هو العنوان بتاع البحث بتاعنا هو عبارة عن skin lesion analysis toward melanoma detection using deep learning، اللي هو العنوان بتاع البحث. الغرض منه هو عبارة عن تعليم نصمم موديل لتحديد نوع الورم السرطاني من الصور الطبية باستخدام تقنية الديب ليرنينج. اللي هي الميلانوما هي نوع من أنواع السرطانات خطيرة شوية، يعني الأخطر منها، يعني السرطان بتاع الجيل الدائم بيتكون من نوعين، من ميلانوما ونان ميلانوما. الميلانوما هي النوع الأخطر شوية. فالغرض من الكلام ده زي ما قلت إنه بنحاول نستخدم الصورة الطبية عشان نحاول نستخلص منها الخصائص التي تدل على وجود سرطان جلد، اللي هو بعد ذلك نحدد نوع هو ميلانوما أو لا. طيب ممكن نمشي على الأوتلاينز بتاعتنا. عندنا فيها الانترودكشن، هنحاول نتكلم شوية نشوف الباك جراوند بتاع الطريقة اللي احنا هنستخدمها والتكنيك بتاعنا بتاع الديب ليرنينج، هو جاي من وين والفكرة بتاعته شنو أصلا بالظبط كده. فهنحاول نتكلم عن الموضوع ده في الانترودكشن. بعد كده هنتحول ل motivations، اللي هي هتكلم عن ليه احنا اخترنا الديب ليرنينج مثلا في يكون واحد من الموديل بتاعتنا يعني. بعد ذلك نحاول نتعرف على الديب ليرنينج هو نفسه هو شنو، او الطرق بتاعت الديب ليرنينج والفكره والمفاهيم بتاعته هي شنو. بعد ذلك بننتقل لابليكيشنز، نشوف التطبيقات او المجالات ممكن انا استخدم فيها الديب ليرنينج. اخيرا حاجه اتطرق للموديل بتاعنا اللي نحن شغالين عليه، كيف نحن ممكن نستخدم فيه الديب ليرنينج على اساس اننا نحصل على نتائج معينه. طيب في الانترودكشن، صراحه الديب ليرنينج اصلا هو جزء من الثورات بتاعت الارتفيشال انتليجنس، اللي هي الاول الذكاء الاصطناعي بصوره بسيطه. طيب الذكاء الاصطناعي بكل بساطة الفكرة بتاعته إنه إحنا عايزين نخلي الأشياء اللي ممكن يقوم بها الإنسان يقوم لنا بها الكمبيوتر أو الآلة. فلو أخذنا مثال بسيط هنا، مثلا عندي مثلا الطبيب، أنا لو مشيت داير لو مشيت مريض مثلا وعايز استشارة طبية وكذا، فهو همشي له وبعد ذلك أحكي له أعراضي بناء عليها، بحدد الفحوصات، وبعد الفحوصات بيحدد العلاج اللي انا ممكن اخده وهكذا. فالفكره بتاعت الارتفيشال انتليجنس انه نحن ممكن، هل ممكن العمليه دي يكون بها الكمبيوتر مثلا؟ فبعد ذلك بدات تفكر في حاجات ثانيه، يعني مثلا لو انا جيت لو الاعراض دي جيت حكيتها للكمبيوتر، اخذت البيانات، حيقوم يقول لي يا اخي اديني ادفايسز، اديني نصائح اني انا امشي اعمل شنو بالضبط، او الفحوصات اللي ممكن اعملها بناء على المفروض اخذ يعني علاج وكذا. فدي الفكره. فبعد ذاك الفكره دي اتعممت لانه ممكن كيف انا ممكن اخلي بدل زول مثلا يسوق العربيه، ممكن اخلي السياره تمشي برالي وحدها. فدي الفكره بتاعت الذكاء الاصطناعي، اللي هي ممكن تكون كتعريف كده هو سلوك وخصائص معينه تتسم بها البرامج الحاسوبيه تجعلها تحاكي القدرات الذهنيه البشريه. يعني انت بتصمم برامج عندها المقدره انها تحاكي القدرات الذهنيه البشريه، مثل القدره على التعلم والاستنتاج ورد الفعل وكده. دي كلها اشياء ممكن نحن نطبقها في الاله او في الحاسوب بتاعنا على اساس انه يقوم لنا بالمهام الممكن يقوم بها الانسان. طيب الفائده من الموضوع ده، طبعا الفوائد من الموضوع ده انه نحن عارفين انه الانسان الباور بتاعته في الحسابات محدوده، يعني ما يقدر يعمل حسابات معقده وكومبليكيتد وكده.
فالحاسوب بيقدر يقوم بالأشياء دي. بالإضافة لأنه برضو الكباسيتي أو المقدرة الذهنية، مش المقدرة، مثلا الكباسيتي أو الفترة بتاعت العمل للإنسان بسيطة، يعني ممكن تكون 8 ساعات، لكن الكمبيوتر ممكن يشتغل 24 ساعة من غير أي توقف. بالإضافة لأنه في أعمال نحن أصلا بنحتاج فيها للآلات والإنسان في خطورة بالنسبة له إنه يشتغل، زي مثلا في الشغل بتاع التنقيب عن الذهب والأشياء دي. إحنا لو لقينا آلة بتشتغل لنا الحاجة دي أفضل مما إنه نرسل الناس بنفسها تمشي تنقب لنا في الموضوع. فبنلقى إنه الأدفانتج بتاعت الحاسوب مثلا إن دي في إن الهاي كومبيوتيشنال باور، يعني عندها باور قوية جدا، ممكن تشتغل بالإضافة لأنه الكباسيتي بتاعتها عالية، ممكن تشتغل 24 ساعة، يعني ما في أي إشكال في الموضوع ده. دي من الفوائد بتاعتها. طيب بعد كده هنيجي نشوف السبسيت اوف اي اي او الارتفيشال انتليجنت، هو المجموعات الجزئية. طيب في بداية الخمسينيات اللي هو مما بدأ الارتفيشال انتليجنس، الفكرة بتاعته كانت قايمة على انه الناس بتكتب بروجرامينج عديل، وبعدها وبالاضافة لانه المفروض يكون في مثلا ميكينج انتليجنت ماشينز اند بروجرامز، انت بتعمل ماشينز بالاضافة للبروجرام اللي هو بيشتغل عليها بغض النظر عن الماشين دي هتشغلها لشنو، روبوتس، سيارة او غيره. فبتعمل البروجرامز اللي هو هيقوم لك بالمهمة اللي انت عايزها بالضبط هي شنو. من 1950 إلى ظهرت لنا الثورة بتاعت المشين ليرنينج. طبعا يا جماعة من الحاجات المهمة جدا إنه نحن الموديل في الارتفيشال انتليجنس عملية التعلم هي مهمة، يعني نحن بنصمم موديل مفروض يتعلم من الحياة بتاعته، يعني من الحاجات اللي بتقابله كل مرة يحاول يتعلم، ودي بتضيف له خبرة، يعني بيبقى كده مشابه للإنسان، لأنه الإنسان كل ما يتعلم من الحياة بيكون دي أضافت له خبرة بالنسبة له. يعني زي الطبيب مثلا، هو كل ما يدرس كل ما يتخصص كل ما كان درس تريننج كل ما دي كلها أضافت له خبرة، فبتساعد في شنو، في إنه يفيد المريض بصورة أفضل. وبنفس الطريقة نحن هنا الموديل بتاعنا لو قدرنا إنه الداتا اللي بنديها له دي يقدر يتعلم منها بحيث إنه يدي ريزلت أفضل كل مرة، دي واحدة من الحاجات الناس بتسعى لها من فترة بعيدة جدا. ففي الفترة الأولى عملية التعلم دي كانت ما موجودة ما متاحة، كان البروجرامز أنت بتعمل له برنامج والبرنامج بيقوم بالمهام المعينة، يعني عملية التعلم ما كانت موجودة إلى أن ظهر مفهوم المشين ليرنينج. هو المشين ليرنينج اللي هو في مقدرة إنه الموديل بتاعنا ده يتعلم من الداتا او المعلومات اللي هو بياخدها، يعني انت يكون عندك داتا معينه كبيره تقدر تتعلم بها الموديل. يعني الموديل ذاته بنقسم الداتا لاثنين، حاجه اسمها تريننج داتا وفي حاجه اسمها تيست داتا. التريننج داتا دي بتعلم بها الموديل بتاعك على سنه يتعلم من الداتا دي كويس، على سنه لما تيجي تديه التيست بعدين يحاول يديك النتيجه الصحيحه بناء على الاشياء اللي هو يتعلمها سابقا، عكس البروجرامينج هناك. والحاجة دي هنا ما بتكون معمل لها بروجرامينج كده بالصورة بتاعت البروجرامينج. طيب في المشين ليرنينج بعد ذاك ظهرت حاجة مهمة جدا، اللي هي كان في المشين ليرنينج ما الداتا ادينا له كثيرة بيصل حد كده ما بيقدر شنو يزيد من المعلومة بتاعته، يعني ما حيقدر يزيد لك البرفورمانس الأداء بتاعه ما حيزيد، يعني بيكون خلاص اداؤه لحد هنا، يعني بيصل حد كده بيقول لك انا خلاص لحد هنا ده الحد الكفايه بتاع التعليم، ما حيزيد لك اداء، يعني ما حتلقى زياده اداء اكثر من كده. فكانت دي واحده من الاشياء الى ان جاء مفهوم الديب ليرنينج، وده بيستخدم لنا حاجه اسمها النيورال نتوركس. والديب ليرنينج هنا عنده الميزه بتاعت المشين ليرنينج، بالاضافه لانه كل ما تزودوا بداتا للتريننج كل ما انت حصلت على نتائج افضل في الاداء بتاعه، فدي واحدة من الأشياء اللي ساعدت. فدي بتبقى لك زي مثلا كأنه كالإنسان، إحنا في البداية قلنا الارتفيشال انتليجنس اللي هو عبارة عن محاكاة لشنو السلوك البشري أصلا. فالإنسان بيتعلم من التجارب من التريننج من الأشياء دي، فكل ما تعلم كل ما كان الأداء بتاعه أشياء دي كويس. ف
بالتالي لما انا القى انه عندي موديل يتعلم، كل ما يتعلم هو حيزيد من الكفاءه بتاعته، وبالتالي انا ماشي بالاتجاه الصحيح عشان اخدم الاهداف بتاعه الارتفيشال انتليجنس. دي الحاجه، دي واحده من الاشياء اللي خلتنا نتكلم عن الديب ليرنينج. والديب ليرنينج بدات الثوره بتاعته من حوالي 2008 ونحن جايين لجاي بالضبط كده. طيب نشوف ليه نحن اخترنا الديب ليرنينج في الشغل بتاعنا ديه على اساس انه طيب عندنا هنا مقارنه بسيطه بين الطرق بتاعت المشين ليرنينج والديب ليرنينج. زي ما انا قلت قبل شويه، الاداء بتاع الديب ليرنينج بيزيد كل ما كان الداتا كثيره، يعني كل ما كان عندي داتا اكبر كل ما كان الاداء. زي ما انا شايف هنا اللون القامق ده شويه الاداء كويس، لكن في المشين ليرنينج الداتا كل ما زادت بكون شايف انها بتكون بيزيد الاداء، لكن في صفحات كده بيبقى الاداء واحد، يعني ما خلاص ما بزيد. فبالتالي الخاصية المهمة جدا اللي احنا بنسعى عليها في الارتفيشال انتليجنس، خاصية التعلم عندها حد في المشين ليرنينج بتجيب، لكن في الديب ليرنينج متواصلة، وده بيحسن لك مش الناس ممكن تجود في الشغل بتاعها بزيادة. طيب واحدة من الأسباب برضو اللي خلتنا نركز على الموضوع ده، اللي هي في مسابقة اسمها إميجنت لارج سكيل فيجوال ريكوجنيشن تشالنج، اللي هي دي مسابقة سنوية بيدعوا فيها الباحثين لأنهم يساهموا بالأبحاث بتاعتهم في مجال الإيميج ريكوجنيشن. الإيميج ريكوجنيشن ببساطة هي عبارة عن هم بيوفروا لك داتا كبيرة جدا، عبارة عن 25 مليون صورة إيميجز. الصور دي مصنف على 1000 كلاسيس، اللي هو التصنيف يعني النوع شنو يعني في الصور دي، المحتوى بتاع الصورة شنو يعني. تلقى مثلا محتوى في الكلاس اللي هو فيه سيارات، سيارة مثلا كل السيارات نسميها في الكلاس 1، الثاني مثلا قطط مثلا، الثالث ممكن يكون فوق شجر مثلا وهكذا. فبيدعوا فيها الباحثين انهم يشاركوا في المسابقة دي. بعد ذلك بيكون الغرض من الالوغاريزمز اللي هم بيشاركوا به يحاول يكتشف، يعني نحن مدخل له صورة يحاول بعدين يتعرف على الصورة دي، محتوى الصورة هل قطة هل سيارة وهكذا. فدي الفكرة، انك داخل صورة المفروض الموديل يتعرف على. طبعا الحاجة دي بالعين المجرد البسيطة كده سهلة جدا، لكن لما تجي تعلمها من ناحية بتاعت إنه الكمبيوتر يقوم بها شوية كده الأمور بتكون مختلفة شوية. بنجي نشوف هنا في الدياجرام بتاعنا دي عندنا دي النتائج كلها للمسابقة دي، يعني من عام 2010 لحد 2016. في 2010 كان الخطأ أو الايرور للتوب الجوريزمز اللي هو الفاز بالمستوى الاول، كان الايرور عباره عن 28%، ودي كانت طرق عاديه تراديشنال طرق عاديه. في 2011 بس برضه كانت طريقه عاديه وكان الايرور عباره عن 25.8%. لكن في عام 2012 ظهر لنا مفهوم الديب ليرنينج وقام نقص الايرور او الخطا ل 16.4، يعني نسبة كبيرة جدا، يعني تقريبا كانت 10%. فحتى سميت الطريقة بأليكس نت اللي هو ده أحد الشباب اللي صمموا الألغوريزم من تورينتو. وبعد ذاك من 2012 يعني مما أليكس نت دي طلعت بدأت الناس تتجه على اتجاه طوالي عشان اتجاه الديب ليرنينج. فبعدها في 2013 برضو ظهرت في التوب، كانت طريقة بتاع الديب ليرنينج. بعديها برضو في 2014 طريقة بتاع الديب ليرنينج سموها في جي جي نت. بعد كده برضو ناس جوجل برضو عندهم طريقة شاركوا بها، وبرضو هي فازت برضو في 2014 وهكذا إلى أن وصل العدد ل 2016.
الطرق اللي جات بعد كده 2017 و2018 كلها كانت تعتمد على الريسنت يعني. ف الحته المهمه هنا نحن دارين نعرف اهميه الموضوع هنا انه كل الطرق اللي كانت شغاله في الايمج ريكوجنيشن كانت ديب ليرنينج وفازت طب يعني. فدي خلانا برضه نتجه للموضوع ده. طيب بعد كده حاجه اتكلم عليها انه في حاجه اسمها اللايرز هي عندها اثر كبير جدا هنيجي نناقشه بعدين حاجه راجعه للامتحان. طيب من الاشياء المهمه برضو البيج بلايرز يعني في باحثين كبار في مجال المشين ليرنينج بالذات هم قاموا يعني قالوا كلام كويس جدا في عن الديب ليرنينج يعني. منهم اندروا اللي هو ده من جامعه ستانفورد هو قال كلام انه يعني I have worked all my life in machine learning يعني هو اشتغل معظم حياته في machine learning لكن اصلا ما لقاه algorithms يعني قام يعني ضرب كل المعايير الموجودة زي deep learning يعني السابقة كل المعايير السابقة زي ما deep learning عمل. برضو عندنا هنا جيفري هيلتون ده برضو من جوجل برضو هو اشتغل في المشين ليرنينج فترة طويلة بعد ذاك برضو اتكلم انه قال ما في اي limitation للديب ليرنينج of what it can learn يعني على يعني ما في حد معين لعملية التعلم زي ما المشين ليرنينج عندها حد معين ان هي ممكن تتعلم فيه وبعد ذاك حتجيب الاداء بتاعها تكون ثابت. فبقول لك the more data you give يعني كل ما اديته داتا كبيرة the more time برضو كل ما اديته time you provide بيقول لي انه the better it is يعني كل ما اديته زمن وكل ما اديته داتا كبيره كل ما كانت النتائج هي الافضل وهكذا. كلهم عندنا برضو ديلبي جورج برضو قال كلام كويس عن الـ عن الديب ليرنينج برضو ديمس برضو قال كلام برضو عن فكل الناس دول شغالين عندهم اوراق علميه في المشين ليرنينج وكذا فكلامهم كان كويس عن الديب ليرنينج. طيب من الحاجات برضو المهمة جدا احنا لانه مجالنا اهتم بالميديكال ايميجز او السكين كانسر ايميجز او الصور الطبية اللي بتخص السرطان وكده ففي مسابقة اصلا موجودة برضو بنفس المسابقة السابقة يدعو فيها الباحثين المهتمين بالسكين كانسر ايميجز وهم بيدعوهم لأنهم يساهموا يشاركوا في المسابقة دي على أساس إنهم يحاولوا يشاركوا بالألوغوريزمز. الألوغوريزم دي يكون عندها المقدرة إنها تكتشف أو تحدد نوع السرطان الموجود في الصورة هل هو سرطان ميلينوما ولا نان ميلينوما. طبعا دائما بنلقى الميلينوما او النان ميلينوما لانه الميلينوما هي دائما شويه كده هي يعني هي الخطر اكثر خطوره من البقيه يعني. طيب ففي المسابقه دي الناس بيقسموا المسابقه لثلاثه اجزاء حاجه بسموها السيجمنتيشن وفي الاكستراكشن فيوتشر اكستراكشن وفي الديزيز كلاسيفيكيشن. السيجمنتيشن دي اللي هو في البداية دارين يفصلوا التيومرز اللي هو الورم السرطاني عن بقية الصورة. الحاجة الثانية دارين يستخلصوا الخصائص اللي بتحدد لي انه النوع بتاع السرطان ده هو ميلينوما ولا ما ميلينوما شو دارين نستخرج منها الخصائص دي. فدي في الحالة الثانية. الحالة الثالثة اللي هو بعد ذاك انا هحدد والله النوع السرطان هو شنو بالضبط. هل الخصائص دي ممكن انا اسميها ميلانوما او ممكن اسميها نان ميلانوما بناء على اشياء معينه. طيب المسابقه دي انا قلتها جمعتها من 2016 لحد 2018 البلو ده الريزلت للسيجمنتيشنز واللون البرتقالي هو او الاورنج للفيوتشر اكستراكشن والجري ده للديزيز كلاسيفيكيشنز. الحاجة الدارة أقولها كل الموديلز
تم تصميمها والطرق كلها كانت باستخدام الجات الطوب يعني في المسابقة في الفترة من 2016 لحد 2018 كلها كانت في الديب باستخدام الديب ليرنينج. فده برضو خلينا نتجه على الاتجاه ده لأنه هي معناه الأداء في الموضوع ده بالذات ممتاز وده الموضوع اللي احنا شغالين عليه فبالتالي أفضل حاجة إننا نبدأ بالديب ليرنينج بعدها نحاول نطور في المودل بتاعنا إلى أن نصل لنتائج ممكن تحسن من الأداء أفضل من الأشياء الموجودة في الليترتشر ريفيو. طيب دي الفكرة بتاعت دي كلها ممكن تكون تلخيص لين احنا اخترنا الديب ليرنينج في الموضوع بتاعنا. طيب بعد كده ممكن نتعرف على الديب ليرنينج هو ذاته شنو يعني الفكرة بتاعته أو الأيديا بتاعته جاية من مين. طيب عندنا حاجة هنا بسيطة اللي هو هتكلم عنها اللي هو بيعتمد على اعتماد تام على حاجة اسمها نيورال نتوركس وهي دي يعني مثلا لو عندي في المثال ده عندي لو انا عندي الصورة دي دار اتعرف على بالعين العين هتدي اشارة اللي هي لبعض الخلايا العصبية اللي هي الخلايا العصبية دي عارفين ان هي الاف الخلايا العصبية موجودة في المخ فكل جزء بتمر به الاشارات دي عندها حاجة معينة من الصورة دي المفروض تتعرف عليها يعني مثلا اللاير سلولة او دي لو سميتها خلايا عصبية مجموعة الى ان اصل للنتيجة النهائية في كل جزء انا بحاول اتعرف على جزء معين من الصورة بتاعتي الى ان اصل ليش الى ان اكون الصورة العامة الموجودة في الصورة بتاعتي يعني مثلا في اللاير سلولة ممكن انا اتعرف على الشيبس على اللاينز سيركلز ريكتانجلز بوينتس اند سو اون في اللي بعدها ممكن امشي ديبا اتعرف على اشياء تانية وهكذا الى ان اقدر اتعرف على مجمل الاشياء. طيب الموديل بتاعنا تم بناؤه على شنو؟ على اساس عمل المخ او كيف ان المخ بيتعرف على الاشياء دي نحن قلنا تم بناء الموديل على هذا الاساس او تم بناء الموديل على هذا الاساس باستخدام حاجه اسمها نيورال نتوركس. طيب طبعا ده في مثال بسيط كده او اكزامبل للخلايا الخليه العصبيه لوحدي بيكون فيها مستقبل للإشارة وبعد ذاك في النواة اللي بعد هي هتقبل تستقبل الإشارات دي وبعد ذاك هتدي ريسبوند عنها هترسل هنا دي الخلايا العصبية المرسلة وهكذا يعني بيكون في عملية بتاعت استقبال ريسبوند إرسال وهكذا إلى أن نصل هنا في الصورة الثانية دي عملية بتاعت دي خليتين مع بعض واحدة بترسل وتستقبل بتستقبل وبعد ذاك بترسل وتستقبل الثانية وهكذا عملية بتورينا كيف أشياء دي تشتغل في المخدة. طيب عندي النيورال نتوركس طبعا مفهوم النيورال نتوركس ده موجود من بدري جدا حتى في المشين ليرنينج الناس كانوا شغالين به اللي هو لكن النيورال نتوركس كان بيتكون من ثلاثة لايرز بس يعني اللايرز الأولى بسموها input layers heading layers and output layers دي اشتغلوا بقى كتير في المشين ليرنينج وهنيجي نشوف اللي قدام شنو خلى الديب ليرنينج يكون افضل. فهنا بلاقي انه النيورال نتوركس بتاعتنا قاموا اضافوا فيها هي نفسها النيورال نتوركس لكن قاموا اضافوا فيها هيدنج لايرز زياده يا جماعه على سنها تحاول يعني اللايرز لما نزيدها معناتها انا زدت الخلايا العصبية الموجودة بتاعت الموديل بتاعتي فبالتالي النتائج ممكن تكون أفضل لكن زمان كانت اللايرز بسيطة فبالتالي الأداء كان محدود لكن هنا اللايرز زادت وكل ما زدنا اللايرز كل ما كان الأداء أكبر وكان الأداء كويس يعني فبقدر أصل لنتائج كويسة. دايما أنا هنا لو رجعت لكم شوية لاحظوا هنا معانا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المسابقة دي لاحظوا كمية اللايرز هنا في اول موديل في عام 2012 اللايرز كانت 8 لايرز فقط في 2013 برضو كانت 8 لايرز لكن بعد شويه ناس اكتشفت الموضوع بتاع اللايرز فبدوا يزيدوا فيها فكل ما زودوا اللايرز يحصل النتائج بتبقى افضل هنا اللايرز برضو زادت النتائج بقت افضل وهكذا الى والناس ماشيه في هذا الطريق الى ناس حاليا تقريبا اقل من 200 لايرز فكل ما كان اللايرز زودنا اللايرز كل ما كان الأداء أكبر وكويس جدا في
أصوات. طيب، واحدة من الأشياء برضو اللي هو الفرق بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. طبعا واحدة من الأشياء قلناها قبل، قلنا إنه الماشين ليرنينج دي صار حد كده بتاع تعلم معين، والأداة بتاعه بيكون زيادة التاني. لو زودت الداتا ما حيزيد أو ما حيتعلم لك زيادة. طيب، لكن واحدة من الأشياء برضو من الفروقات الموجودة، إنه لو أنت قدرت تتعرف على حاجة معينة قبل ما تدخل الموديل بتاعك للماشين ليرنينج، المفروض تعمل حاجة اسمها فيوتشر اكستراكشن، اللي هو أنت المفروض تستخرج الخصائص. بعد ذاك الموديل بيقدر يحدد لك الخصائص، بيقدر يتعرف لك على الخصائص دي ويحدد لك نوع، هل هي كار ولا لا. يعني دي صورة بتاعتنا فيها كار، أنت المفروض تستخلص الخصائص اللي بتحدد إنه والله الصورة دي فيها كار مثلا. بعد ذاك تدخل الخصائص دي للموديل بتاعك وواحد يحدد بعد ذاك نوعية الخصائص وهكذا. أما الديب ليرنينج ما محتاج إنك تعمل فيه اكستراكشن، ممكن تدخل على الموديل طوالي، تدخل الصورة على الموديل طوالي وبعد ذاك بتلقى الريزلت بتاعتك مباشرة. فدي واحدة برضه من الفروقات بالإضافة للفرق اللي تكلمنا عنه سابقا. طيب، الابلكيشنز في الديب ليرنينج، طبعا ابلكيشن كثيره حاليا كميه، مثلا في الجيمز ممكن عادي تصمم لعبه تستخدم فيها الديب ليرنينج، والاداء ممكن يكون خيالي جدا، ما يكون اكبر من يفوق مثلا الانسان نفسه، لانه بيتعلم من الحركات والاشياء اللي بتحصل في اللعبه، كل مره بتضيف له حاجه جديده. طبعا في السيلف درايفنج اللي هي تمت بواسطة جوجل، اللي هي تصميم السيارة ممكن تتعرف على اللي هي السيلف درايفنج اللي هو السيارة الأوتوماتيك يعني. فدي واحد دي مستخدمين فيها الديب ليرنينج للتعرف للتراك لأي حاجة. في الناتشرال لانجويج بروسيسنج برضو مستخدمين فيها الديب ليرنينج. بعد كده عندنا الروبوتكس برضو عشان يعمل يقوم بكل المهام المطلوبة منه، برضو الديب ليرنينج موجود. بالإضافة لأشياء كثيرة يعني، هسي بتلاحظ برضو في بعض الابليكيشنز في الموبايل إنك ممكن تكون عايز حاجة سيميلر لحاجة معينة مثلا، فبرضو دي بيدخل فيها الديب ليرنينج برضو. طيب، دي بصورة عامة كده اتكلمنا عن الميثودز بتاعتنا اللي هنشتغل بيها. بعدين حاجة أشوف التطبيق بتاعنا في المجال بتاعنا اللي هو في مجال السكين كانسر. طيب، أول حاجة الموديل، عشان أنا يكون عندي موديل كامل للسكين كانسر، الموديل ده بحاول أقسمه لثلاثة أجزاء، اللي هو الليسون سيجمنتيشن، وفي الفيوتشر اكستراكشن، وبعدك في الديسيز كلاسيفيكيشنز. كل موديل من ديل بيحتاج انك تشتغل عليه لوحده، بعد ذلك تصل لنتائج، بعد ذلك ممكن تجمع المودلز السب موديل دي كلها مع بعض فبتديك الموديل الكامل. نحن انا حاليا في الشغل بتاعي ما زلت شغال على الليسون سيجمنتيشنز، ما اضطررت للاكستراكشن والكلاسيفيكيشن. ف ممكن نشوف النتائج اللي انا وصلت لها من خلال الليسون سيجمنتيشنز. اللي هو الـ Lesson Segmentation Using Deep Learning، اللي هو بلاحظ إنه عندي مجموعة بتاعت صور طبية بتاعت أجزاء مختلفة من الـ Skin Cancer، هي بعد ذاك كيف أنا ممكن أعمل لها Segmentation باستخدام الموديل بتاعي اللي أنا اشتغلت به. حتى النتائج هنا عندنا دي اللي هو الـ Evaluation Metric، اللي هي عبارة عن بسميها اللي بتحدد لي أو بتقيس لي الأداء بتاع الموديل بتاعي. فبلاحظ إنه في المتريك الأول ده اللي هو الأداء 94 93، ده لكل إيميج موجودة عندنا. يعني إيميج الأولى الأداء بتاعها 94 بوينت كده، يعني نسبة الخطأ بسيطة 93 90 and so on. برضو عندنا دي برضو عبارة عن ماتريكس أخرى برضو بقيس بها الأداء بتاع السيمتري. طيب، عموما الأداء كان ما بطل مقارنة بالأشياء اللي موجودة في الليترشر ريفيو، وقمنا عملنا مقارنة هنا في الجدول ده بالدراسات السابقة.
بنفس الداتا اللي موجودة عندنا. فبنلاحظ إن الميثودز بتاعتنا يعني 4.69 دي كانت في 2015 بعد كده. بعدين كل الميثود دي كانت عبارة عن ديب ليرنينج يعني. في 2017 دي برضو كانت نتائج، لكن بلاحظ إنه الموديل اللي هو البروبوست ميثود بتاعنا كان 4.85 وكان أفضل من كل الأشياء اللي موجودة في الليترشر. الورقة دي حاليا تم تسليمها لكن لسه منتظرين الريزلت. نسأل الله التوفيق إن شاء الله. أوكي. طيب ده كل ما في الأمر. أشكركم كثير على حسن الاستماع وتحية، تقبلوا تحياتي عمران أحمد محمد صالح.